طيب نسمع شيء؟ نسمع. نجي في مجالكم، مجال الإعلام. نسمع. نحط فيها يعني في مجال الإعلام، أنا ما أتكلم عن الإعلام الخاص وإنما عن بشكل عام اللي بيحوم الآن بتموج العالم هذا كله، بين طوفان من الإعلام، وصار الإعلام شبه محرض وموجه ومضاد وإلى آخره. فمن هنا لنا يعني بصمات في هذا المجال بيجتهد. فيقول بين إعلام المحرض والموجه والمضاد، الحقيقة ما تبين نورها ولا اتجاهها، معطيات المرحلة أدوات من نفس المواد والمؤثر في محيطه ما تجاوز مستواه. والسؤال اليوم يتكرر ومفهومه يعاد، والإجابة صمتها المطلق تلملمها الشفاه. يا ليال الشوق يذبحني من العتمة سواد، لكن الأيام تحمل نشوة الصبح وبهاه، والحياة أجمل محطة، والوطن حضن العباد، والطبيعة سرها فيها تشد الانتباه، قيمة الإنسان من ذاته إلى وين العناد فيها، والأحلام يتخيل أماني من غباه، والذي كون وجوده يلهم حسن الرشاد، دينها الإسلام والقرآن، وارجع والنجاح. سلامتكم.